بالراحه عليك. ثلاث أشخاص في العربية، الأمين الشرطة والمرافق وأنا قاضي السيارة. كنا ساعتها معودين بعد ما سلمنا المقرية معودين نروح الخدمة تاني عشان نستلم خدمة في مكان آخر عشان نشوف إيه العمليات عايزة مننا إيه. قابلنا عند مطب صناعي فهو ضرب علينا نار مفاجئ بقرب من السيارة، أصاب زميلي اللي ورا وأصاب أمين شرطة وأصابنا التاني، وجرى فريق جرى طلع يجري بقى بالموتوسيكل. ساعتها مكنش حدش قادر بسبب الضرب، محدش قادر فينا يعمل أي شيء. نحمد الله ونشكر فضله. حالتهم الاثنين حرجة للإصابة، إصابة على الوجه يعني على الرقبة في منطقة القريبة من الرأس، ودي إصابة بتاخد وقت عبال ما نحدد هنقدر نحدد إن كانت هتبقى مستقرة أو غير مستقرة. الحمد لله على كل شيء.